اتفضلي اتفضلي يا اسراء. طيب، هو الدور بتاع النهاردة عن البالمر امبوليزم، هنمشي معاها كده واحدة واحدة. لو تعلي صوتك شوية اسراء أول يبقى حاجة كتر خير. طيب أول حاجة ايه بالنسبة لنا الديفينيشن بتاع البالمر امبوليزم، أو امتى أقول إن ده بالمر امبوليزم؟ لو عندي occlusion partial أو complete embolic one or more of the pulmonary arteries most commonly due to thrombus. بس ده مش معناه ان كل الامبولاي ثرومبوتيك، عندنا في non thrombotic pulmonary embolism زي الفات امبوليزم او التيومر او الامنيوتيك فلويد او الفورين بودي امبولاي. تمام. طيب مين at risk انه يديفلوب pulmonary embolism، لان احنا لسه قايلين انها emergency وبتحتاج urgent management؟ لو حد already عنده DVT او كان عنده history of DVT علشان بيحصل showering، واحنا مين دي بنتكلم في status مع hypercoagulability، دي الميكانيزم اللي بيحصل بيها ال pulmonary embolism. فأول حد at risk لو حد عنده DVT أو history of DVT. تاني حاجة لو حد low prolonged bed rest أو immobility زي ال post surgery أو العيانين اللي عندهم debilitating diseases. ال pregnant لأن ال pregnant بيبقى عندها increased viscosity بال blood. ولو حد عنده primary hypercoagulable state بتخليه predisposed انه يديفلوب DVT و pulmonary embolism زي ايه؟ زي بروتين C و بروتين S deficiency، زي ال antithrombin 3 deficiency، وزي lupus anticoagulant. لو حد عنده malignancy، ودي major risk عندنا في معهد الأورام، لو حد بياخد medications to predispose the development of deep venous thrombosis و pulmonary embolism زي ال OCPs أو ال contraceptives لل females، وزي بعض ال infections اللي proved بال statistics إنها بتأدي ل pulmonary embolism زي ال COVID وال HIV. طيب احنا عندنا زي ما كنا لسه في أول case بنقول إن في artifacts بتمimic ال pulmonary embolism، في other pathological conditions برضه بتمimic pulmonary embolism. فأنا علشان أقول إن العيان ده عنده pulmonary embolism محتاج أمشي ال sequence ده. أول حاجة good clinical assessment، ان الكلينيشن اللي هيقابل البيشنت ياخد منه هيستوري كويس جدا جدا جدا، والهيستوري ده بيكون بيشمل واحده او اكتر من الريسك فاكتورز اللي احنا قلناها، وبيكون بريزنتنج بشويه سيمبتومز وساينز او جزء منهم. زي ايه؟ احنا قلنا ساينز اوف دي في تي ان اللمف يكون تندر، يكون سولن، او يكون مدي هيستوري، العيان يكون عنده تاكي كارديا او تشست بين او دزنيا او هيموبتسيس. طيب وبعدين احنا بناخد بقى الداتا اللي قالها الكلينيشن، دي بتبقى انتجريتد او انتربريتد ثرو حاجه سكورينج سيستم عندنا اسمه ويلز سكور. ده مش السكورينج سيستم الوحيد اللي بنقدر نكلاسيفاي بيه العيان لو هاي ريسك او لو ريسك ان دي بالمونري امبوليزم. في اذر سكورينج سيستمز بس مش مستخدمه قوي عندنا في مصر، يعني في حاجه اسمها جنيفا سكورينج سيستم وموديفايد جنيفا سكورينج سيستم، وفي حاجه اسمها بير كرول اللي هي بتعتمد على او هي شورت فور بالمونري امبوليزم رول اوت كرايتيريا. ايه الكرايتيريا اللي عند العيان اللي تخليني اقول ان ده مش بالمونري امبوليزم؟ فهي بتمشي عكس ويلز سكور. طيب ويلز سكور اللي احنا هنتكلم عنه بيشمل ايه؟ symptoms of DVT دي بتاخد 3 points، ما يكونش في اي illness تاني بي explain ال manifestations بتاعت العيان 3 points، embolization اكتر من 3 ايام او surgery في اخر 4 اسابيع 1.5، prior history of DVT او pulmonary embolism 1.5، يكون في hemoptysis 1 point. في نقطة واحدة missing هنا من السكورينج هي التاكيكارديا، لو العيان عنده heart rate فوق 100 بياخد 1.5. وبعدين بقى بن classify العيان هو high probability ولا moderate ولا low. في طريقتين للمانجمنت بناء على ويلز سكور او ازاي نفكر في الحالة. risk و high risk، وعلى اساسها بنختار احنا هنمشي اعتمادا على الدي دايمر ولا على الامجنج السي تي بالمونري انجيو او الفنتليشن برفيوجن سكان. مش هندخل في تفاصيلها قوي. بالنسبه لي بقى كامجنج او كارديولوجيست، ايه الساينز اللي انا ممكن اشوفها تخليني امشي في سكه ان ده بالمونري امبوليزم؟ في ساينز على الاكس راي بس هي مش سنسيتيف ومش سبيسيفيك، انا ممكن اشوفها في باثولوجيز ثانيه. فبيبقى بالنسبه لي ليه مهمه الاكس راي؟ بس علشان اكسكلود اذر باثولوجيز مش علشان اشخص منها بالمونري امبوليزم. بس من ضمن الساينز الواضحه واللي ممكن الاقيها في اكس راي حاجه اسمها هامبتونز هوم، دي بتبقى بريفرال ويدج بيبقى بلورال بيست بالشكل ده، وده بي امبلاي ان حصل لونج انفوركشن لان هي ويدج شيب بالشكل ده. اللونج انفوركشن دي عاده بتحصل لو الفيسل اللي اتقفل الكاليبر بتاعه 3 مليمتر اور لس،
لان معناه ان ديستلي ما عنديش برونكو بالمونري يعني استنوزس عند الليفل ده، او العيان عنده لو كاردياك اوتبوت واتقفل عنده فيسل، ممكن كمان الكاليبر بتاعه اكبر من 3 ملم بس ستيل السيركيليشن بتاعته مش واصله ل البرونكو بالمونري انستوموزس، فبتحصل الانفاركشن. في حاجه تانية ليها رول معانا هي الايكوكارديوجرافي، بس دي بيبقى مستخدم في العيانين اللي بريزنتنج بكيموداينامك كومبرومايز، بنقدر ناسس ايه من خلاله، لو في رايت فنتريكولار ديسفانكشن، لو في فلاتنج للانتر فنتريكولار سيبتوم، لو في اقدر اعمل ترانس ثوراسيك واقدر اعمل ترانس اسوفيجيال الاثنين، الترانس ثوراسيك بيتعامل لو سجستنج بالمونري امبوليزم، وممكن يبروسيد بالترانس اسوفيجيال اللي له سنسيتيفيتي اعلى وسبيسيفيسيتي اعلى بتوصل تقريبا 97%. طيب الاكس راي كده احنا قلنا الرول الاساسي بتاعها اني بس اكسكلود اذر باثولوجيز، لكن الحاجه اللي بعتمد عليها في البراكتس في عيان هاي بروبابيلتي انه يكون عنده بالمونري امبوليزم هي السيتي بالمونري انجيو. انتوا معايا؟ اه معاك يا اسراء، سامعيني؟ معاك يا اسراء، سامعينك يا حبيبتي، كملي. طيب احنا علشان نعلق على فحص سي تي بالمونري انجيو لازم الفحص يكون معمول كويس، في حالات الفحص ما بيتكتبش اصلا علشان مش معمول كويس، ووقتها بنكسبلور البوسيبيليتي ان الفحص يتعاد للعيان تاني. طيب علشان اقدر اعلق ان الفحص ده كويس وهيتكتب لازم يكون في شويه حاجات، اولا كميه الكونتراست اللي خدها العيان والريت بتاع الانجكتور المفروض يكون اخد من 80 ل 100 سي سي بريت 5 في الثانيه. تاني حاجه الدنسيتي بتاعه الكونتراست في البالمونري ترانك، احنا بنحط ريجن اوف انترست على البالمونري ترانك المفروض تكون قايسه دنسيتي من 210 ل 300، وانس الدنسيتي بقى وقت الفحص وصلت ل 150 احنا بنخلي العيان ياخد انسبيريشن وبيبدا التصوير بتاع الفحص. حاجة كمان الاكستنت بتاعة الفيل بتاعي اللي بيتصور، ان المفروض يكون بادئ من عند الايبكس لحد 5 سم تحت الدايفرام. الدايركشن بتاع الامازينج بيكون بودوكرينيال. ليه بودوكرينيال؟ اولا علشان البريزنج ارتفاكت بيظهر اكتر على اللور لوبس، وعلشان البالمونري امبوليزم بتحصل اكتر في اللور لوبس، فانا بيهمني ان دي تتصور الاول قبل ما العيان يخرج نفسه ويحصل بريزنج ارتفاكت. على عكس الابر لوبس chances او الانسيدنس بتاع البالمونري امبوليزم فيها اقل، وchances او الايفكت بتاع البريزنج ارتفاكت عليها برضو اقل. فانا كده عرفت كميه الكونتراست والريت اوف انجكشن والدنسيتي محتاجه تبقى قد ايه، واكستنت الفيلد اللي بصوره والدايركشن بتاع الامجنج. طيب ايه مشكلات ممكن تحصل عندنا في الفحص؟ احنا عندنا ده فحص متصور كويس بكل الكونديشنز اللي احنا قلناها، ده فحص فيه مشكلة انه اتصور ديليت بعد ما الوقت اللي كان فيه الكونترست في البالمونري ترانك عدى، ده ممكن يحصل بسبب ان الفحص اتصور بالفعل متأخر او بسبب ان العيان عنده هاي كاردياك اوتبوت زي البريجننت فيميلز، فحصل وش اوت الكونترست بسرعة من الوقت اللي كان موجود فيه في البالمونري ترانك. في حاجة تالتة بتحصل اسمها transient interruption of contrast، ودي عادة بتحصل في الناس اللي هم young بيقدر ياخد deep inspiration وبيكون عنده ال cardiac output maintained. العيان ده لما بنقول له خد نفس بياخد نفس قوي قوي، فبيجيب لنا venous return من ال inferior vena cava كمية كبيرة بتوش out ال contrast enhanced blood اللي already موجود في ال pulmonary trunk، فبتقلل ال enhancement بالشكل ده. فدول كده ده ال optimum، ده كان delayed scan، وده فحص حصل فيه transient interruption للcontrast. طيب في حاجة بقى هي من ضمن الأبديتس، ودي كانت رسالة حد من المدرسين المساعدين في القصر عن الدول energy city أو spectral city، هو موجود في مصر في سنتر واحد من السنترز البرايفت. الدول energy city basically بيبقى عبارة عن إن إحنا بنصور في energy عالية وفي energy قليلة أو بتو different energies نفس الفحص، وبيحصل ماكسنج للامجز بحيث نحصل على الصوره اللي احنا عايزاها. ممكن الصوره دي تكون انا عايزه اعمل فيها انهانسمنت للكونتراست اللي موجود، او عايزه اخفي فيها اصلا الكونتراست الموجود، او اخفي فيها كالسيفيكيشن، او اطلع منها بدنسيتي معينه لتيش معين مش متصور في صوره واحده بشكل اللي انا عايزاه. فهنا مثلا هو كان مصور بانرجي 140 كي في وهنا ب 100، وعمل ماكسنج للتو امجز عشان يعمل انهانسمنت محترم بالشكل ده للبالبوناي ترانك والبرانشز بتاعته. فايدة الموضوع ده ان احنا نقدر نعمل ايدين مابنج او نعمل بيتر موديفيكيشن للامج لو احنا عندنا سب اوبتيمال اوباسيفيكيشن للبالمونري ترانك والبرانشز بتاعته بدل ما نعيد الفحص. فهو ستيل مجال فيه ستاديز يعني، بس ريجاردد ان هو هيقلل كمية الكونتراست اللي بنستخدمها قدام، وهيقلل كمية الفحوصات اللي بتتعاد بسبب السب اوبتيمال اوباسيفيكيشن. هو من بقى غير اوكيجنز
on rare occasions بيبقى عندنا، دي كانت صورة من الـ Egyptian Journal of Radiology كانت بتأسس chances إن إحنا نشوف الـ hyperdense human sign في العيانين اللي عندهم pulmonary embolism. إحنا شايفين هنا حاجة hyperdense، والفحص ده لسه العيان ما أخدش contrast، وبعد الـ contrast ظهر الـ filling defect بتاع الـ thrombus ده. الـ hyperdense human sign مش sensitive، هي موجودة in around 55% of patients، بس هي specific يعني once لقيتها فالعيان ده 100% عنده pulmonary embolism. احنا لما بنشوف بقى اي فحص سيكي بالمونري انجيو بنسال نفسنا شويه اسئله، هل انا شايف فيلنج ديفكت ولا لا؟ زي هنا مثلا دي اسمها بولومين ساين، انا عندي في ثرومبس ادهيرنت للوول بتاع الفيسل ومن حواليها في ريم اوف كونترست، دي عاده بتحصل مع الاكيوت بالمونري امبوليزم، بيتقال عنها بولومين ساين لانها شبه قرص النعناع، في حاجه كده سودا من جوه وبعدين من بره ابيض. بسال نفسي ده بارشل ولا كومبليت اوكلوجن، يعني هنا مثلا ده كان بارشل، هنا ده complete. بسأل نفسي هي acute أو chronic. acute عادة بتبقى عاملة acute angle مع الوول، وعادة ما بيبقاش complete occlusion. ال chronic بتبقى عاملة obtuse angle مع الوول، ممكن تبقى complete أو incomplete occlusion. وبسأل السؤال الأهم دايما وهيفرق قوي قوي في المانجمنت بتاع العيان، هي affecting the cardiac function ولا لا؟ يعني العيان ده عنده right ventricular strain ولا لا؟ ال right ventricle قادر يقوم بالفانكشن بتاعته ولا affected dilated هيحصل فيه failure؟ لأن ده ال commonest cause of death في حالات ال pulmonary embolism. هيبقى مهم ان انا ابص على الهارت واني اعلق عليه. طيب في عندي سيكولي للاكيوت بالمونري امبوليزم ممكن اشوفها في الفحص، زي ايه؟ زي اني اشوف، احنا هنا بنتكلم على اكيوت، اني اشوف بلورال افيوجن او اني اشوف بالمونري انفاركشن، دي حاجه بتبقى اسمها ريفرس هيلو ساين. او اني اشوف الانتر فنتريكولار سيبتوم ستريتند، او الديامتر بتاع الرايت بالنسبه للديامتر بتاع اللفت اكبر من واحد، ده معناه ان في عندي رايت فنتريكولار سترين. ممكن كمان نشوف سيكولي للكرونيك بالمونري امبوليزم، السيكولي بتكون عباره عن اني اشوف موزايك برفيوجن باترن، حتت كده الدنسيتي بتاعتها مختلفه في اللونج بارينكم، او اني اشوف سكورز او ويبس او فوكال جراوند جلاس اوباسيتيز. يعني هنا مثلا دي برضو سيكولي للكرونيك، في سكورز ويبس عند the right وال left branches بتوع ال pulmonary trunk as a consequence ل chronic pulmonary embolism، وهنا ده كان infarction وحصل on top infection بسبب برضه chronic pulmonary embolism. طيب احنا كده كنا بنتكلم بشكل مختصر جدا عن ال gold standard اللي هو ال CT pulmonary angio، بس في other modalities could be used في الـ assessment بتاع الـ pulmonary embolism. Not commonly used زي الـ MRI على الـ chest، دي بتعملها centers معينة ببروتوكولز معينة عشان تقدر بقى يعني تتجنب الـ breathing artifact والـ movement وتطلع فحص كويس. وفي الفحص اللي هو ventilation perfusion scan ده بنلجأ له أكتر مع الـ brave and females علشان الـ risk بتاعه أقل، وممكن نكتفي كمان بالـ perfusion only scan للـ assessment بتاع pulmonary embolism في pregnant females. أحسن فيديو ممكن أشوف فيه هو البوسترولاترال، ممكن أشوف هنا مثلا في الفنتليشن كان عادي، هنا بقى فيه فيلنج ديفكت في البرفيوجن، وهكذا الفنتليشن كان تمام وبقى فيه فيلنج ديفكت في البرفيوجن. زي ما كنا بنقول بقى الأول، إحنا عندنا شوية حاجات ممكن تكونفيوز مع pulmonary embolism، واكشولي في بيبر معموله اسمها اوفر دايجنوزس اوف pulmonary embolism اتاسس بحصوات اتعرضت على راديولوجيست هم سبيشالايزد في تشست ريبورتنج واذر نون تشست ريبورتنج راديولوجيست. ازاي كان بيحصل ان في عيانين ان في دكاتره اشعه بيشخصوا pulmonary embolism في حين انها كانت مجرد ارتفاكت او كانت other disease؟ فاحنا اول حاجه عندنا هي الارتفاكت اللي ممكن تشككنا ان في pulmonary embolism، في breathing artifact العيان وهو بياخد نفسه ممكن يحصل حاجة شبه ال falling defect وتبقى reported as pulmonary embolism مع إنها مش كده خالص. في ال beam hardening artifact لما ال contrast evidence عالية جدا بيبقى في ال superior vena cava بيعمل حواليه artifact، فبيعمل شكل إن في falling defect في ال adjacent pulmonary trunk وده مش حقيقي. وفي ال cardiac pulsations with patient movement، هنا كان ده artifact نتيجة cardiac pulsation، ده مش thrombosis، هو artifact في ال vessel. بتتعرف ازاي؟ بتتعرف بأذر الكاتس كلها، ان الدكتور بيعمل MTR ومع الاكسبيرينس ومع الكلينيكال برزنتيشن بتاعت العيان.
وطبعا ال transient interruption of contrast اللي احنا قلناها لو حد أخذ نفسه وعمل push out لل contrast. في diseases بتمنك ال pulmonary embolism أشهرها ال arthritis، وحاجة تانية هنقولها دلوقتي فحش ال disease من ضمن الحاجات اللي ممكن يدي شك في إن في pulmonary embolism والتكعيس والارترايتس، بس بنقدر نشخص او بنقدر نكسكلود ان هنا pulmonary embolism لما يكون في other associations، لان احنا هنا بنتكلم على حاجه immunological، فالعيان هيبقى غالبا جايب اوروجينيتال ulcers، جايب iritis، جايب other affections. وفي تكعيس هي مش بس بتشمل ال pulmonary arteries، هي بتشمل كل ال main branches وال aorta. ال condition اللي عندنا دي برضه اتعرضت في step round من step rounds بتاعت القصر العيني، كانت عند ال pulmonary artery sarcoma، في منها two subtypes angiosarcoma و leiomyosarcoma. شكلها في الامجنج هنا مثلا هي mimicking قوي ال pulmonary embolism، هي بتطلع من الانتما بتاعة ال vessels، وللأسف مش من الحاجات اللي ليها good prognosis. could be differentiated ب E، ممكن العيان يعمل PET لأن هي بتاخد activity عالي عن ال thrombus، برضه احنا كنا محتارين ما بينها وما بين thrombus. ممكن العيان يعمل MRI with contrast لان بيحصل enhancement post contrast enhancement لو هي angiosarcoma، مش بيحصل قوي مع الثرومبس، لو حصل حتى enhancement بيبقى faint. فدي condition كمان بنحتاج نفرقها عن البالمونري embolism. دي حاجه بقى اوقات كتير بتبقى مزد، واكتر ناس بيعرفوا يشخصوها هم دكاتره اللي بيعملوا reporting لل chest imaging فعلا، هي البالمونري vein occlusion. ده ممكن يحصل idiopathic، ممكن يحصل مع نيوبلازم وده اشهر سبب ليه، ممكن يحصل fiber coagulable states، ممكن post radio frequency ablation، وممكن post transplantation. بيحصل ايه؟ بيبقى عندنا interlocular thickening، وبيبقى عندنا localized edema، وبيبقى فيه occlusion. معلش معذرة. يبقى في occlusion من veins زي ما هو ظاهر عندنا هنا في الصور، كان لل left side pulmonary veins. الرول بتاع ال anticoagulant هنا مش بيبقى effective قوي، يعني في ناس بتقول ان ال anticoagulant بيتاخد بس عشان نمنع ال progression بتاع thrombosis وانه يوصل لل left atrium. في debate على ده، في ناس بتقول لا مع ال anticoagulation ممكن يحصل recanalization لل pulmonary veins اللي بقت occluded. هي كانت حاجة مختصرة قوي عن ال pulmonary embolism، وأتمنى تكون مفيدة. بس شكرا. تمام، شكرا شكرا جزيلا يا دكتور إسراء. لو حد عنده أي أسئلة يا شباب للدكتورة إسراء في البالمونري امبوليزم، زي ما حكينا البالمونري امبوليزم من الحاجات المهمة جدا لازم نكون عارفينها وعارفين البيت فولز بتاعتها كويس، لأن دي من الإمرجنسيز اللي ما ينفعش أبدا إن احنا نفوتها. طيب تعبت، نوقف عند كده ولا نكمل الشيست اكس راي اللي كنا بنشوفه؟ شكلكوا تعبتوا. تعبتوا يا شباب؟ اوكي يلا نكمل تاني. حيا الصباح حيا الفلاح. ايه رأيكم؟ ايه الحالة دي فيها ايه؟ تاني يا شباب، نصحى بقى نصحى بقى. الحالة دي فيها ايه؟ دكتورة في حاجة نيمو ميدياستاينم. نيمو ميدياستاينم. انت تقصدي الحاجة دي؟ الاير لا لا تراك ترايكل دي التراكية. ليفت ابر لوب اوباسيتي. ابر لوب اوباسيتي. طيب حد عنده رأي تاني؟ انتيرير ميدياستاينال ماس. انتيرير ميدياستاينال ماس. ثايرويد. انتيرير ميدياستاينال ماس وزقة تراكية. انتير ميدياستانا الماس وزقه التراكي، اول كونسدريشن لنا ثايرويد، بس هنقول ونطلب سيتي. طيب ايه رايكم؟ ما هذا العيان؟
ايه اللي جراله؟ اللي جراله ما خطر على باله، جراله حاجات دلوقتي كتير. جابوا الميديستاينا، هو نيموثوراكس، أكوني ماثوراكس، نيموثوراكس. نيموثوراكس دي الحاجة القوية ثانكس. اللي لازم يتحط له تلست تيوب. وبعدين ايه تاني؟ والمنري كومبوننت ايه الناس دي؟ دكتور انتيرور ميديستاينم ليجن كده في ميديستانا عامل مثلا، هو الفاسكولار الهنج فين؟ كولابس كلهم لون كولابس. كولابس. يبقى الاوباسيتي اللي احنا شايفينها دي ميكست حاجتين مع بعض، الماس مع اللونج اللي كولابس. ايه تاني؟ ايه تاني العيان ده؟ ايه اللي جاريله تاني؟ سيرجيكال سيرجيكال انفيزيما، انفيزيما. سيرجيكال انفيزيما في الكيس 2، ما في سيرجيكال انفيزيما في الكيس 2 وهم مركبين له. طبعا طبعا يا شباب، المحاضره او الشابتر بتاع الديفايس، الحاجات التيوبس اللي بتتركب في التشست ومكانها الايديال فين وبنعلق عليها ازاي، دي المفروض ان انتوا تكونوا عارفينها. انا المفروض اكون عارفاها. بتطلع تنامي، يبقى تنامي بعيد عنه. مش عايزين حد ينام. صح. ها ايه دي؟ ايه المشكله هنا؟ فين المشكلة هنا؟ فين ده اللي هيقولها هياخد وايتني او وايدنينج؟ برايتني ستاينر لينير باراكارديال ليجن كده، لينير ليجن باراكارديال. في ايه رايت ولا ليفت؟ الرايت برا هيلر وباراكارديال. هنا هو مبدئيا وكأنه ده في دبل، الايدلي في دبل زيرو لير ده، تايم يعني بتاع ده ما كملش سنة. دي تايمز، دي بتاع تايم صح؟ دي بتاع ساينس. صح. أول حاجة لما نيجي نشوف العيان ده، روتيشن احنا يعني العيان ده معوج ما شوية روتيشن ايه روتيشن في ماروتيل. طيب اللي هيقول الحالة دي هياخد دعوة حلوة. لما نمشي سيستماتيك، احنا بنبص ازاي على الدكتورة التشيست؟ الهيمرس تقريبا، الهيمرس هيد في حاجة في الليفت. ما لسه ده أقل من سنة. لا الاش فايت الميتافيسز، الميتافيسز ما برضو أقل من يعني ما لا. ما احكمش عليه. طيب احنا هنا هل في أول حاجة دنس فريم، في حاجة دنس برا في سباينال كده على الرايت سايد تحت الفريم؟ هايلة، برافو يا راجل، تاخدي دعوة حلوة. دي هنا شكلها ايه بقى؟ ممكن تبقى ادرينال هيموريدج او حاجه ممكن هايبر تبقى يعني، ادرينا، ممكن تبقى ادرينا نقطة او وكالسيفايد. ليمفوما. وكالسيفايد خلي بالك هي موستلي فيه في الناحية التانية، بس احنا مش شايفينها. طب خلينا هنشوف السي تي دلوقتي عشان نقول الديفرنشال بتاع هذا الشيء اللي بعده. ايه رأيكم هنا؟ أين المشكلة؟ مش بقول لكم التشيست اكس راي ده السهل الممتنع. ده في ميل عندها 13 سنة. aortic coarctation. أورتك كوأركتيشن، كلام كبير. الجميل بقى. طيب نكمل، ايه رأيكم هنا؟ right side رايت سايد ايه؟ right side skin the skin السكن هنا تقصد؟ ده في دي في right مين right right هنا؟ axillary skin اكو folding yes في فولنس هنا. ماشي. طيب خلينا نكمل. دي ايه رأيكم في ده؟ المشكلة right هنا في cardiothoracic right side opacity scoliosis سكوليوسس وبارا scoliosis كاردياك. طب تفتكروا بقى ليهم علاقة ببعض ولا ملهمش؟ ممكن نيوروفايبروماتوس posterior medial mass. ممكن بسيول مدياسانا الماس. الحالة الأولانية الليجن اللي احنا قلنا ثيرويد، وقلنا دونت اوفر كول ثيرويد، قلنا بس هنقول مدياسانا الليجن وعاملة شيفتنج للتراكية لأنها طلعت لمف نود. That's not it. طلعت لمف نود. دونت اوفر دايجنوز من التشيست اكس راي. احنا هنا عندنا مدياستينال شادو وعامل شيفتنج للتراكيه، يطلع ثايرويد وارد جدا يطلع ثايرويد، واي نوت؟ صحي 5 سنين وثايرويد بهذا الحجم ما هواش اول حاجه، بس وارد جدا، ليه لا؟ لكن كمان ممكن يبقى لمف نود، كمان ممكن يبقى نيورو فايبروماتوزس. فاكرين الحاله اللي كانت
ممكن يكون اي حاجه. انا اللي تلست اكس راي ده 2 دي، ما هو 3 دي، فيجب اعمل حاجه 3 دي. المهم ان انا ما فوتهاش، المهم ان انا ما اقولش ان دي لونج ليد، ماشي؟ هو ده المهم. يعني انت مش هتحاسب، مش هحط لك دي واقول لك ماشي خلص منها الليمفوم، ده ماشي يبقى كلام جوجل، فارغ. لكن لو قلت ارجع على لنا دي بالفضاء بس دلوقتي، يلا بالمونري ليجن ازعل منك، تمام؟ طيب اللي بعده الليجن الرهيب، خلاص احنا قلنا بقى كل الحاجات هي باينه من الاكس راي هنا، والماس الفظيعه المديستانا، الماس الفظيعه اللي موجوده هنا دي الحاله بتاعتنا بقى دي في بالاكس راي دي. انت بس لازم تقول ان في كالسيفايد ليجن في الادرين، ولازم تشوفها. لو انت ماشي بالاربع دوائر اللي من بره لجوه هتشوف، ماشي؟ لان اخر حاجه ان هم الهيدن ارياز اللي هم الاي ها، اللي هم الابدومن والهارت او ريترو كاردياك بمعنى اصح، والهايلوم والايبكس، دول الاربعه الهيدن ارياز اللي ما تفوتش التست اكس راي غير لما تلاقيك عليه. فلما تيجي تلاقيك على الابدومن هتلقى الكالسيفايد ليجن دول. لحد كده يكفي ان انت تقول ده في الام في الاكس راي، مش مطلوب منك تقول اكتر من كده. لما نيجي بقى في السي تي، ده دايجنوزيس واحد ملوش تاني، اللي هو الوولمان ان ديزيز. هو الوولمان ديزيز، ماشي؟ ان هو الوولمان ديزيز. طبعا الديفرنشال دايجنوزيس بتاع كالسيفيكيشن في الادرينال ايه؟ كان حد من الزملاء كتب نيوروبلاستوما. نيوروبلاستوما بيبقى ماس فيها كالسيفيكيشن، لكن هنا دي الادرينال نفسها بشكلها كده، بشكلها التنتنج دي كلها كالسيفايد. لكن اوكي نيوروبلاستوما ممكن تكالسيفايد. ايه تاني كالسيفايد في الادرينال؟ رهيمة دينا الهيماتوما، كرونيك طبعا هيموريدج الهيمرج، كونجنتال يعني. الهيماتوما لما تكون كرونيك تكالسيفاي، تمام. والتي بي او جرانيولوميتس، ماشي؟ صح. والتي بي او جرانيولوميتس دي من الحاجات المهمه. انما ليه ما اقولش على دول ولا حاجه من دول؟ لان دي شكل الجلاند بريزيرفد. اول ما اشوف المنظر ده اقول ويلمان على طول، ماشي؟ ليه؟ لان شكل الجلاند دي ما فيش ماسز عشان اقول نيوروبلاستوما. الهيماتوما هتبقى هيماتوما، يعني حاجه لوكالايز، صحيح ممكن تكون بايلاترال بس مش هتحافظ لي على شكل الجلاند. التي بي بالعكس، الجلاند بتبقى صغيره وبيبقى بتبقى منط كالسيفيكيشن جواها كده، بتبقى كلها كالسيفات صحيح، لكن شكل الجلاند بتبقى اصغر وبيبقى ديفول، ماشي؟ فاذا دي وولمان ديزيز. فلما نحب نعمل نجيب لك اكس راي زي دي كده اظبط تقول ايه وولمان ديزيز على طول. ايه الوولمان ديزيز ده؟ ده رير كونديشن ان بيرن اورور اوف ليبيد ميتابوليزم، بيجي بايلاترال ادرينال انلارجمنت وكورتيكال كالسيفيكيشن، بيدي المنظر بتاع الادرينو فورم اللي انتوا شايفينه ده. ده منظر هتشوفه مره مش هتنساه، ماشي؟ طيب الحاله بقى العجيبه ديت اللي احنا كنا بنحكي فيها دي بايلاترال هايلر نيمف نود ورايت باراتراكيل، طبعا دي ساتل فايدوسيس. وساركويدوزس بالظبط كده، وادي الاستاركويدوزس في الـ في الـ في الـ في الـ في السي تي. واكشوال ده كان فحص بيت سي تي. الاستاركويد من الحاجات اللي تاخد في العائله دي مش واخده قوي، بس الحقيقي الاستاركويد بتاخد ابتيك عالي جدا، وبالتالي البيت سي تي ما يفرقهاش من الليمفوما وما يفرقهاش من المالجنانسي، يعني مش هي دي احسن حاجه، لكن دي اكيس اوف ساركويد. وانتوا عارفين طبعا الساركويد الساركويد هو ده التيبيكال اللي هو البايلاترال هايلر والرايت باراتراكيه. كمان فيها بيبقى ليه حاجات في اللنج حساسة جولية دي، افتح وبتبقى الباب. حاجات زي بلورال بيزد، يعني حاجات بقى انتوا ذاكروا ساركويد، ماشي؟ عشان ايه انا اقول لكم الساركويد بتاع سي ان اس، لكن انتوا ذاكروا ساركويد. اني واي دي انون كيس اوف ايه بروفن ان هي ساركويدوزس. ده العيان اللي احنا اتفقنا عنده سكوليوزس وعنده برا سباينال او برا فيرتبرال ليجن، ودي بالفعل نيورو فايبروما واضحه جدا، ده الاي سي تي والام ار بتاعه. اي ثينك ان هو كده خلصوا الحالات. طب خلونا نشوف دي، احنا معانا كام دقيقه كده، وما ينفعش ما نشوفش برين، يعني ما ينفعش ما نشوفش برين. هو في معاها اكس راي تيست، ما تقلقوش. يعني ايه رايكم في هذه الحاله؟ علشان لمفوما كان لا يجب ان احنا نعمل كده. لا ما شفناش حاجة في العادة، ما لحقناش. لا هو ما فيش تشخيص، بس هو في anyway time.
كنت عايزه مره اجمع كده تجميعه اللي هي البرين اند فيست ميرور لبعض، يعني اوقات ما عندك برين ليجن وتقعد ايه تحرك وتفرك وتعمل سبيكتر وتعمل برفيوجن وتعمل 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 وتعمل، وفي الاخر لو كنت عملت للعيان لو كنت عملت للعيان تشيست اكس راي او بصيت على التشيست اكس راي اللي هو غالبا معمول للعيان، غالبا ما فيش عيان ما بتعملوش تشيست اكس راي، ده اللي بيروح يشتغل شغلانه بيعملوا له تشيست اكس راي، يعني تشيست اكس راي ده تقريبا انا ما اعرفش طبعا الاستاتستيكال بس تقريبا هو اكتر فحص بيتعمل في اي راديولوجي ديبارتمنت، ماشي؟ يعني في اي حته في الدنيا، والجهاز موجود في كل حته وبيتعمل عمال على بطال اصلا، بيتعمل لدرجه ما حد بيقراه ولا الراديولوجيست ولا الكلينيشن، لكن بيحل مشاكل كتير جدا، ماشي؟ وانا وريتكم قبل كده العيانه اللي كان عندها سيريبيلر ليجن ومطلوب لها سبيكتر وبرفيوجن ونقعد نحرك ونفرك فيها، بس لما الاوبريتور ربنا يكرمه وهو بيصور جاب لنا اللانج ايبكس ظهر معانا لانج ليجن قد كده، اذا دي برونكوجينيك ودي ميتاستاسيس وخلاص الموضوع انتهى، ماشي؟ ولا نقعد بقى ندخل العينه تاخد بايوبسي من السيربيلر ليجن، لانه سوليتري سيربيلر ليجن مش كومن قوي انه يكون ميتاستاسيس، لكن لما اشوف بقى التست اكس راي بتاع العيان يحل المشكله كلها. ايه بقى هنا ايه اللي يحل لنا المشكله هنا؟ اول ديفرنشال هنا اول ما تبص على ده اول حاجه تيجي في دماغك ايه؟ بامانه ربنا يعني Aneurysm ميتس هايبو دنس ليجن بالتي 2 هايبو انتنس العفو بالظبط يا دكتوره رواء ربنا يحفظك، في كلام اتقال في الاول كده هنشيله في المونتاج مش هنعلق عليه، ماشي؟ في شويه بيك كلام اتقالوا كده مش هنعلق عليهم بقى هنشيلهم في المونتاج، ان ده حاجه هايبو انتنس في التي 2. طيب عايزه تقولي ايه؟ توبركلوما الفيرست طيب السؤال بقى هو الميتاستاس ما ينفعش يكون هايبو انتنس في التي 2؟ لو هي مراجك ميلانوم لو مراجك لو ميلانوم طيب ولو مش مراجك ومش ميلانوم ما ينفعش؟ لو كالسيفايد برضه ولو مش كالسيفايد ما ينفعش؟ هو موستلي هاي برضه لا. الميتاستاس ده عباره عن ايه؟ الميتاستاس ده عارفين المستوطنين؟ ربنا يهدهم. هو الميتاستاس المستوطنين يعني ايه؟ يعني ناس من كل حدب وصوب الاسمر والاخضر والاصفر والاحمر سابوا مكانهم وجم قعدوا في البرين، تمام؟ لا هم يحتملوا كل حاجه، يحتملوا ان هم يكونوا هايبر ويحتملوا ان يكونوا هايبو ويحتملوا على اساس هم جايين منين إيه؟ اللي جاي من روسيا شكله شبه الروس، واللي جاي من اثيوبيا شكله شبه اثيوبي، واللي جاي من بولندا شكله شبه بولندا، صح؟ فالميتاستاسيس ملوش قاعده يا شباب، دي نقطه مهمه لازم ناخد بالنا منها دايما. انتوا يعني في كده بريفيكسد ايديا الميتاستاسيس لازم يكون حواليه ايديما كتير، مش لازم، فاريبل على حسب هو جاي منين إيه؟ الاوستوساركوما في البرين تبقى كالسيفايد، الكوريو كارسينوما في البرين تبقى هيموراجيك. طيب الادنو كارسينوما بتاعت الكولون بتبقى له سيجنال في البرين، الادنو كارسينوما البرونكوجينيك بتبقى له سيجنال في البرين. وهتقولي لي انت يعني عارفه يعني الحكايه دي مزعلاكي قوي كده؟ اقول لك لان انا زمان شخصت حاله جرانيولوميتس وكنت متاكده ان هي جرانيولوميتس وكده بالايه ايام الشباب، يعني اما الواحد كان بيبقى متاكد، كل ما تكبر كل ما تأكدك يقل، كل ما تكبر كل ما تأكدك يقل. وكنت اقطع دراعي ان دي جرانيولوميتس. وطلعت ميتاستاتيك ادينو كارسينوما في اللنج. يبقى اول حاجه نتعلمها انه الميتاستاسيس مستوطنين، تفتكروا الكلمه ميتاستاسيس مستوطنين يعني ايه؟ يحتملوا كل حاجه. فيهم الاسمر والاحمر والاصفر كل الفئات الدنيا، ماشي؟ الحاجه الثانيه ان انت دايما وسع الديفرنشال دايجنوز الا اذا كانت حاجه يعني ايه زي الاولمان اللي كنا بنشوفها هي كده شكلها كده، لكن دايما وسع الديفرنشال دايجنوز وقول انا معتقد ان دي جرانيولوماتس راذر ذان ان هي تكون ميتاستاتيك. ثم نكمل بقى العيان نشوف بقى بقيه حاجات العيان، ده التست اكس راي بتاع العيان، ايه رايكم؟
هو انا اللي مضايقني جدا جدا وبعتذر بشده، اصلا ده كان بعد بعد البرزنتيشن، فما كنتش حضرت الحاله دي، فاسم العيان موجود وانا يعني ايه يعني كل مكلله بالعار، المفروض ما نحط ما نسيبش اسم العيان ابدا يا شباب ابدا. بس يعني دي انا يعني سريعا بقى، فين المشكله هنا؟ رايت فورا فيرتبرال. رايت بارا فيرتبرال هنا. حد عنده رأي تاني؟ ها اللي هيقول دي هياخد الدعوة التانية. رضوى خدت الدعوة الأولانية، اللي هيقول دي ياخد الدعوة التانية. في نوديول او حاجه تبع تبر كوادرنت او باسي رايت هو لو اوف ذا لونج رايت ليه لور رايت لوب ابر ابدومين. هنا. لا اوفرلاينج او اوفرلاينج ذا رايت ابر ابدومين. هايلين، برافو عليك، برافو عليكم الليلة. أنا برافو برافو، مين بيعرف يعمل الحاجات دي؟ برافو عليكم، اللي عمل ده ياخد دعوة حلوة. لا مش ليفر، احنا هنقول ان في اوباسيتي في الاوفرلاينج الهيباتيك شادو، بس أنا ممكن أكون في نقطة. البستيريال. دونت اوفر كول. العين جه بعد 3 شهور بهذا الشكل، ماشي؟ شايفين الليجن اللي كنا شايفينه قد كده بقى قد ايه؟ شايفين المنظر بقى عامل ازاي؟ طيب ايه ده بقى وايه اللي في البرين؟ ايه ده؟ الدكتور اللي هو الريزيستنت بتاع اللي اسمه بتاع التي بي صح؟ تاني تي بي يا ولد، ده البرايمري تيومر، ده بنت، واللي في البرين ميتاستاسيز منه، وده من البنت طلع عند فرانشيتد ساركوما في التشست. اوكي، دي اندفرنشيتد ساركوما في الكريست وول، واللي في البرين ديبوزيت.